كارلو أنشيلوتي في تصريحات ما قبل مباراة ريال مدريد مع الهلال كان بيقول إنه الوقت الحالي بيشهد تغيير شوية في الخريطة، يعني كون إن الهلال هو منافسنا مش فريق من أمريكا الجنوبية ده معناه إن الخريطة تتغير، وضرب مثال بالسعودية واللي عملته السعودية في كأس العالم، ده كان نموذج. وكمان كان هناك حديث عن إنه مواجهة فلامينجو، الهلال وفلامينجو يعني، والشكل اللي عمله الهلال قدام فلامينجو ده كان شكل بيقول ان اللي جاي هيبقى صعب على ريال مدريد. وبالتالي احنا النهارده بنتكلم عن الفرق امريكا الجنوبيه، هل فعلا مكمن القوه اللي كان موجود عندها بعد اوروبا بشكل مباشر اختلف تغير، وانه فرق اسيا وفرق افريقيا تقدر انها تواجه فرق امريكا الجنوبيه النهارده وهي راسها مرفوعة وهي قادرة انها تعمل التفوق؟ معروف ان الرجاء بس هو الوحيد اللي اقصى فريق من امريكا الجنوبية في الكاس العالم للاندية يعني، والاهلي ده تفوق على بالميراس والاهلي في مرة في مظبوط، بس دي كانت ضربات الجزاء ما كانش مباراة في 90 دقيقة يعني. طيب النظرية دي صح بنسبة كام؟ صح بنسبة 100%، لان 100%. اصلا بطولة كاس العالم للاندية تحولت من مواجهة بتجمع يعني اشبه بكاس السوبر ما بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه الى بطوله، لان الفيفا حس ان العالم بيتحرك لقدام وان قارات العالم وابطالها عندهم القدره ان هم يظهروا في منافسات عالميه زي دي. ومن هنا جت اصلا فكره انشاء كاس العالم للانديه بشكله الحالي والتفكير في ان هو يتحول مستقبلا ل 24 نادي كل سنتين، ان هو يبقى كاس عالم حقيقي مش مجرد بطوله شرفيه. على مستوى الاستثمارات بقى الكلام ده بيتاكد بنسبه 100% برضو، لان لو بصينا على امريكا الجنوبيه، دول امريكا الجنوبيه هي دول بتعاني اقتصاديا، عندها نفس المشاكل اللي بنعانيها في افريقيا وفي اسيا وفي كل بلادنا والبلاد المجاوره. مساحه الاستثمار او ضخ الاموال في البرازيل وفي الارجنتين وفي باقي دول امريكا الجنوبيه في الكوره تكاد تكون محدوده جدا، تكاد تكون اقل من بعض الانديه العربيه والافريقيه او الاسيويه اكتر، فطبيعي ان موازين القوى كانت هتختلف. يمكن طب المهارات يعني اللعيبه نفسهم الشباب البرازيل الارجنتين هي دي راس مال دايما الارجنتين والبرازيل تحديدا، وقدره امريكا اللاتينيه على انها تحصد 10 كؤوس عالم في مقابل 12 لاوروبا في قاره بتمتلك 10 دول فقط، ده بيعكس ان استثمارات يعني او راس مال البرازيل والارجنتين دايما هو المواهب الفطريه. لكن تحولت الكوره النهارده الى حاجه اكبر بكتير من المواهب الفطريه، تحولت الى علم، تحولت الى استثمار بيضخ فيه مليارات الاموال على مستوى العالم. فالجانب الاستثماري هو الحاكم الاول لكره القدم النهارده، وشفنا ان الانديه لما كنا بنقول الكوره مش فلوس، الكوره مش فلوس بس، لكن الفلوس هي اللي بتحرك موازين القوه.